بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة مصر البلد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فلاح ومسؤول. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. نعزي أنفسنا والأمة العربية والشعب المصري في شهداءنا الأبرار الذين استشهدوا لنعيش، ماتوا لنعيش في أرض الواحات. خيرة شباب مصر يمثلوا الشرطة، الشرطة هي جناح من جناحي الأمة. حينما ذهبوا هناك ذهبوا ليقضوا على شرذمة من الإرهابيين، ولكن إرادة الله سبقت الجميع ونحسبهم عند الله شهداء. نعزي أنفسنا ونعزي أهالي الشهداء، وبقول بصفة خاصة إلى كل أمهات الشهداء، كل مصر أولادكم، بقول الشهداء اللي ضحوا بأرواحهم وغير مبالين راحوا هناك عشان يدافعوا عن حياتي وحياتك. فأبسط حاجة افتكروا الناس دول بالرحمة وقروا لهم الفاتحة بدل ما الخبراء الاستراتيجيين اللي موجودين على الفيس وعلى كل وسائل الإعلام كل واحد فيهم بيقول رأي، ولكن كانت إرادة الله هي الأقوى. ربنا اختارهم، بقول له أمهاتهم افرحوا بيهم، هم دول أول طريق كل الجنة. بعزي زوجات الشهداء، بعزي أولاد الشهداء، بقول للولاد اللي أبهاتهم ماتوا، كل أهل مصر أهلكم، وكل واحد فينا، طب هم كل واحد فيهم عرف مكانه، الله أعلم بينا. فعلشان كده بقول الشعب المصري معروف محارب من كل اتجاه. عليكم تبصوا على سوريا، بصوا على ليبيا، بصوا على لبنان، بصوا على العراق، بصوا على السودان، الكرة بتلف حوالينا، ولكن إرادة الله بتحفظ شعب مصر. يعني أفضل ما عندنا اتقدموا للموت غير مبالين. بقول رحمة الله على شهداء مصر، وأتمنى من الله الموضوع ده ما اتكررش تاني. وبقول لن نعلن الحداد، ولكن نطالب القيادة بأن ترجع دم الشهداء وتاخد حقهم وزمايلهم. بقول لهم خدوا حق زمايلكم، مش عاوزين الوقت يطول. بقول زي برنامج فلاح ومسؤول مهتمين باللون الأخضر، قلنا الزراعة حياة، الزراعة تنمية، ولكن وأهمل لكن، لأن في ناس كتيرة أعداء للون الأخضر، فاكرين مصر خلاطة خرسانة زلط ورمل ودور، بيشوف اللون الأخضر بيتعبهم. علشان كده زي ما احنا بنقول احنا مع كل مشاهدينا في كل مكان، بنكرر تاني النهاردة بنتكلم عن تجربة من أسيوط، من عرب مطير، الناس اللي تعبت وشقيت وعملت جهد وعرق ودم عشان يصلحوا الارض، ولكن كان لجهاز مدينه اسيوط الجديده راي اخر. الاول برحب بضيف الضيوف الاعزاء اللي شرفوني النهارده في الاستوديو، الاستاذ عبد الحليم صديق محمد مفتش مالي واداري. اهلا بك يا فندم. يا اهلا وسهلا بحضرتك. ومعايا الحاج حجاب، حسن حجاب، مزارع بعرب مطير. اهلا وسهلا بيك. الله يخليك يا فندم، الله يبارك فيك. بإذن الله ضيوفي اللي مشرفيني دلوقتي، وبعد الفاصل هنطلع فاصل لسه في نص الحلقة، وهنستقبل ضيفي الحاج عبد الحميد محمد حسين مزارع بعرب مطير، واللي أنا قلت وأصريت إنه يبقى موجود معنا. بس هنتواصل مع ضيوفنا اللي موجودين ونرجع لضيفي التاني بعد نص الحلقة، فتابعونا. بقول للأستاذ عبد الحليم صديق، حضرتك مفتش مالي وإداري. نعم. إيه علاقتك بالزراعة؟ أنا فلاح ووالدي فلاح ونشأنا في الزراعة، فالزراعة دي في دمي. أنا سافرت في الخارج وقعدت فترة طويلة، كان كل هدف إن أنا أعمل تنمية لأولادي في ظل الظروف اللي فيها البلد، مفيش تعيينات مفيش حاجة، فلجأت للزراعة. وبرغم الصعوبة اللي بيقاسيها المزارع وقسيناها إحنا، لأن استصلاح الأرض ده يعني
في منتهى الصعوبة أنك أنت تحول من أرض صفراء، أرض صخرية، إلى أرض مثمرة منتجة، ده بياخد وقت وبياخد مال وبياخد جهد وبياخد عرق. فأن أنا كتنشئة بيئتي ارتضيت الحالة دي، لأن عشان أجعل أولادي ليهم مستقبل، إلا ما يلاقيش وظيفة يلاقي عمل بدل ما ياخد أي اتجاه تاني. فالحمد لله يعني أنا وضعنا إيدينا على قطعة أرض مساحتها قد إيه؟ حوالي 6 أفدنة. تمام. ودي الأراضي دي يعني أنا برضو متنازل لي عنها عن فلاح جبلي، والأرض دي كانت مسجلة في أملاك الدولة، يعني إحنا ما تعدناش على. هنرجع للموضوع ده ونروح لضيف التاني الحاج حجاب، حسن حجاب. قل لي أنت أخذت الأرض هناك، أنت اللي بديت زراعتها ولا الوالد ولا إيه بالظبط؟ لا الوالد طبعا، حضرتك كان هو اللي استصلح الأرض، هو وعمي كان بيروحوا بيقوموا من أذان الفجر لغاية العشاء، كنت بروح وأنا صغير معاهم وأشوف الوضع اللي هم بيعملوه، بيلموا الزلط. طبعا الأول ما كانش فيه وسيلة مثلا الجلابات ولا دي ولا دي، كانوا بيشيلوا على الحمارة والمزبلة زمان، كان بيعملوا بالفاس والمسحة ويستصلحوا الأرض، وطبعا بيصحوا الصبح أذان الفجر بيرجعوا آخر بالليل يعني لما العتمة تعتم. فكل الجهد والعرق واللي كان بيعملوه الفلاح، طبعا مش ارضنا بس يعني، حتى الناس اللي جنبينا كان بنروح ويجيبوا النار ونقعد نتدفى ونعمل شاي مع بعض. طب على كده المساحه اللي كانت عندك قد ايه؟ 6 أفدنة. طب ليه ما خدتوش 10 و15 وكده؟ احنا وعمي 6 أفدنة. احنا وعمي. طيب الارض اللي انتوا رحتوا زرعتوها وتمام، انت بالكوا في كام سنه فيها؟ من 1980. 1980 ده انت كنت لسه بقى، انا كنت صغير. لا ده انا كنت لسه عندي سنتين لما زرعها ابويا، فانا يعني طلعت وكنت يعني اعتبر انت مولود في الارض. مولود في الارض طبعا. حضرتك الارض مزروعه ايه؟ بنزرعها قمح، واحيانا بنزرعها جراو، وفي يعني نخل مثمر فيها، وكل يعني كل الزراعات اللي هي ايه، بنزرع بصل، وبنيجي برضو يعني بنفرج، وبعد ما بيطرح المحصول بتاع البصل بنوزع على الجيران وعلى الاحباب، يعني مزرعه حاجات يعني ايه. القمح هو المحصول الاساسي عندنا. تمام. طيب ارجع بقى لضيف الاستاذ عبد الحليم صديق، قول لي ايه المشكله بتاعتكم؟ المشكله بتاعتنا ان احنا يعني بنسدد ريع سنوي للاملاك الدوله، فوجئنا في 10/5/2015 بدون سابق انذار بقيام جهاز مدينه اسيوط الجديده بالجرافات، وتم هدم منزل كان موجود في القطعه الزراعيه، وهلك الارض وهي منتجه. يعني القمح ده كان مستوي، تبص تلاقي الجرافات شالته. طب انت ده خلاص، وفي قمح تاني كان محصود على الارض وراح المدمرين يدوس عليه بالجرافات. طب ليه؟ ده اقتصاد الفرد هو اقتصاد الدوله، يعني انت لما تهلك اقتصاد فرد كانك بتهلك دوله. فين القياده؟ فين الاداره؟ طب هل انتوا قبل كده عم خدتوا اجراء على الارض؟ رحتوا وزاره الزراعه، رحتوا هيئه التعمير، رحتوا المحافظه، رحتوا لجنه محلب، قدمنا طلبات للجنه محلب، وجت لنا لجنه تقرير تقنين للارض وقالها نبعت ناس تانية عشان تقدر لكم الثمن، وفي نفس الوقت فتحت باب في المحافظه، المحافظه قالت احنا كمان عايزين طلبات للناس اللي بتقدم عندها ووضع يدها على الاراضي. قدمنا الطلبات وادونا ورقه بان تعلق الورقه دي بالرقم كذا، تم تقنين الارض وجاري البت فيها. على اساس ان ما فيش اي جهاز تاني يجي ويدمر المحصول. يعني انتوا اخذتوا الاجراءات القانونيه بتاعتكم وقدمتوا والتزمتوا وسددتوا الفلوس وسددين الفلوس. طيب. لما ارجع بقى للحاج حجاب، اتفضل قول لي، انا عاوز اعرف انت دلوقتي لما جيت طلعت كده ولقيت الارض شغاله وتمام التمام، قلت بلطك بقى وخليني في الارض ولا اروح اقدم طلب ان انا اقنن الارض؟ لا حضرتك، الاول قدمنا رباط في المحافظه وربطنا الارض من 1988. أيوة. كنا بنسدد عليها اموال وبناخد قسايم حضرتك. تمام. بعد كده استمرنا في الارض زراعه، لما قالوا ان الارض هتبيعها المحافظه للناس استمرنا على هذا الوضع، واستنينا لما يعمل. فوجئنا
في 2000 ان رحنا نسدد القسايم، قال لك لا القسايم دلوقتي اصبروا عشان في حاجه اتفعلت في 1996 اسمها جهاز مدينه اسيوط الجديده، استنوا لما نشوف اسيوط الجديده هتعمل ايه معاكم، واحنا لسه بعد كده هنفصل بين اسيوط الجديده ما بين ارض الجهاز. فطبعا استمرينا زارعين وما فيش اي حاجه غير نفاجئ. طبعا جت البيت كان الاول قديم، جينا عملنا له احلال وتجديد في 2012. طبعا جت الزراعه ودتنا محضر املاك دوله بالارض بالبيت ده، ادونا محضر املاك دوله للمرحوم والدي ده توفى. فحضرتك طبعا احنا ايه مستمرين وزارعين الارض وما فيش اي حاجه. طب رحت انت وزاره الزراعه قدمت طلبات؟ رحت هيئه التعمير قدمت طلبات؟ أيوة. رحت الاستشاره عن بعد عملت طلبات؟ ايوه في 2012 عملنا ودفعنا ال1000 جنيه اللي هو المقدم للأرض. اللي هي الجديه طبعا حضرتك طب وبعدين وقفوا التقنين شويه ورجعوا تاني قالوا هنقنن بس عن طريق لجنه محلب. لجنه محلب رحنا لجنه محلب وقدمنا في لجنه محلب، ورحنا المحافظه وقدمنا في المحافظه ودفعنا حق الشعب اللي كانوا قالوا فاكرينه ودفعنا حق الشعب، وطلعت لنا معاينه للارض وقال لنا دلوقتي هتطلع لكم لجنه التتمين تتمن الارض دي، وقالوا لكم هيطلع لكم لجنه التتمين عشان تتمن الارض. بما انهم قالوا لكم هيطلعوا بقى لجنه التامين التتمين، استاذ عبد الحليم نعم طلعت لكم لجنه التتمين؟ لما تطلعش لغايه الحين. امال مين اللي طلع لكم؟ طلعت الجهاز وطلعت الجرافات وزالت الارض وزالت يعني عاوزين توصلوا لي ان احنا كيعتبر جهاز مدينه اسيوط الجديده دوله داخل الدوله؟ يا فندم أيوة. ده اكتر من كده، يعني لجنه محلب دي يا جماعه ده مستشار الرئيس للمشروعات القوميه اللي هو رئاسها المهندس ابراهيم محلب، يعني انتوا اخذتوا كل الاجراءات بتاعتكم واخذتوا الاجراءات القانونيه والبهوات اللي موجودين في بتاع جهاز مدينه اسيوط لغوا ده. كل الاجراءات سيادتك اللي اتكلمت عنها اتخذناها وعملناها بالنسبه للمحافظه وبالنسبه للجنه المهندس ابراهيم محلب، وما فيش ما حاطينش اعتبار لاي حد. طب انتوا بلغتوهم قلت لهم يا جماعه احنا مقدمين وعاملين الموضوع ده ولا لا؟ عرفتوهم ولا ما عرفتوهمش؟ احنا بلغناهم، وده كان اكتر من كده، ده احنا رفعنا دعوه قضائيه عليهم وفي حكم محكمه وتحولت المحكمه للقضاء الاداري، معنى ان في محكمه او في اشكال بيني وما بينهم ما يتحركوش ويعملوا اي حاجه. يعني معنى كده حضرتك كمان بتوصل لي انت رافع قضيه في محكمه القضاء الاداري واعلنتهم ورغم كده نزل عشان يزيلوا؟ نعم يا فندم نعم نعم. انا عاوز اعرف هو ايه البلطجيه بتوع مدينه اسيوط الجديده؟ انا عاوز اعرف هو انتوا ما وراكوش حاجه غير ان انتوا تنكدوا على الناس؟ انا عاوز اعرف المحافظ اسيوط فين؟ المهندس ياسر الدسوقي فين؟ يا باشمهندس هو الرجاله اللي عندك هناك دول في حته ثانيه؟ هو الرئيس بيقول يعني بيتكلم بيبدا في مالطا هم في حته ثانيه؟ طب ما تعرفونا، هل انتوا عاوزين تعملوا حاله من الذعر والقلق هناك؟ انتوا بتشتغلوا على حساب مين؟ اذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي طلع قرار وقلم عدم ازاله مزروعات اي ارض فيها جديه وبتاع وفيها ناس عاملين ارض خضراء ما تزلوش، ولا انتوا جايين منين بالظبط وما تعرفونا؟ هو برضه كنا عملنا حلقه قبل كده مع ضيف كان على نفس المكان وطلعوا البهوات اللي هناك اللي فيهم واحد عاوز قطع رجليه، اللي هناك واحدة ست ميلت على رجليه اللي عاوزة قطعها وقالت عاوزة تبوس على رجليه عشان ما يشلهاش الزرع بتاعها. عرفونا المهندس مصطفى مجبولي وزير الإسكان انت فين؟ انا انت بعت هناك بلطجية؟ انهي قانون؟ لو هم عاوزين يشتغلوا بالقانون الأستاذ الفاضل قلت انتوا رافعين قضية المفترض احنا القانون نضرب له تعظيم سلام، طالما في قضية يبقى كله يرفع ايده ويرجع لورا، نحن نجل احكام القضاء. هل المحكمه حكمت ضدكم؟ لا ما حكمتش ولا حاجه، لسه ما زالت القضيه في قيد وهم البهوات عاوزين يعملوا كده يبهوسوا الدنيا عشان يظبطوها ينهوا. طيب هي فعلا بلطجه. طب انا عاوز اعرف مين بقى البلطجي اللي موجود هناك في جهاز مدينه اسيوط الجديده اللي بايع الدنيا وبيعمل الموضوع ده؟ ممكن تقدر تقول لي عليه؟ مسؤول الامن اسمه وليد ماهر ابراهيم. وليد ماهر ابراهيم الاستاذ وليد ماهر ابراهيم ليك حق الرد، ولمن يرد اسمه تلميحا او تصريحا في هذه الحلقه له حق الرد، بس الموضوع ده مش هعدي. ليه يا استاذ وليد؟ يعني المفروض ان انت مسؤول في جهاز مدينه اسيوط الجديده
المفروض انت بتنفذ القانون، بتنفذ قانون الدولة مش قانونك انت. ليه انت رايح هناك وقاعد على الكرسي ده؟ عشان تخدم الناس دول. انت بتقبض مرتبك من فلوسهم، من الخدمات اللي بيدفعوها للمحافظة، فسعادتك بتقبض فلوسك. انت مش رايح هناك تعمل مدير عليهم. فقول لي، قول لي انا عاوز اعرف الاخ ده عمل ايه عندكم؟ جاء زال المزروعات الاول، القمح كان محصول القمح، زال محصول القمح، دمر تدمير كامل، شال الاشجار الموجوده في الارض، هدم البيت، ردم الابيار، خد المواطير والحاجات. وبعد كده جاء من حوالي 5 ايام وفي ماكينه برا الباب، برا البوابه، راح شايلها. طب جالكم بقرار ازاله؟ ما فيش قرارات ازاله يا فندم، طلعت بسامينا يا فندم. طب يعني ما بعتلكوش انذار كده على قد بحر؟ ما فيش اي بعتلكوا انذار مع عسكري وقال لك كده انت مخالف؟ ما حصلش يا فندم. طب عرفتوا ان انا مقدم طلب في لجنه محلب ومقدم طلب في وزاره الزراعه؟ كانت في يافطه موجوده على وجه على وش الارض حاطينها وكسرها وقال لي ما بعترفش بالكلام ده نهائيا. وحضرتك في هنا احداثيات وفي خرائط اللي هي تقدمت لجنه محلب، واللجنه طلعت وعاينت الارض على الطبيعه، وطبعا خدت الحدود والحدود الجيران والارض مساحتها كم، وقالت لنا هتطلع لكم لجنه التتمين واستنوا لجنه التتمين. نفاجئ بعدها انه هو طلع وزال طبعا طلع الاسره وضرب الست اللي هي مرات اخويا اللي كانت موجوده في البيت. عمل ايه؟ ضرب الست مرات اخويا بضربها. متاكد؟ متاكد 100% يا فندم. مسؤوليتي يا فندم. ضرب الست؟ ضرب الست وطلعها ورماها ورمى فوقها العفش كمان، وقال لها ما يطلعش، العيال فضلت تبكي كمان. يعني حاجه تصعب على الكافر. يعني بجدي يعني هو عامل ايه؟ تجبر، وكل اللي هو عامله ده ضد الناس. المهندس ياسر الدسوقي فين المحافظ؟ موجود الجهاز فين؟ موجود يا فندم، موجود يا فندم. طب هل وصل له الموضوع ده؟ موجود يا فندم. ما اعرفش اللي كان هو حد دزه علينا ولا اي شيء، احنا ما نعرفش هو مدزوز علينا ولا ايه. انتوا في خلافات شخصيه بينكم؟ ما حصلش يا فندم والله، يعني ما فيش اي حاجه بيننا وبينه. طيب استاذ عبد الحليم، نعم، اللي حضرتك لما جيت زرعت الارض وقابلتك العقبات دي، ليه ما فكرتش تبيع الارض وتخلص منها؟ لا يا فندم، لان احنا جذورنا في الارض، في الارض. ولو انا عايز اي حاجه تانية كنت اشتغلت في اي نشاط، بس انا حب البلد وحب ان انا فعلا انا ساعات لما الاقي مشاكل في القمح واحنا لقمه العيش واحنا كذا، اقول انا لازم ازرع، لازم ازرع ارضي. برغم حتى اولادي يقول يا بابا انت كبرت وكذا وكذا، اقول لهم لا، انا لازم ازرع الارض دي، لان الارض دي ما باكلش منها انا لوحدي، باكل منها. انا في السنه الماضيه بيع 30 ارداب بقمح، سلمهم مسلمهم للجمعية. يعني انت بتوديهم الجمعية؟ بودي الجمعية طبعا. الأرداب عندك بيعمل قد ايه؟ وكان في السنة الماضية ب 420 اللي قبل. لا كم كمية، كم أرداب؟ الفدان. الفدان بيعمل حوالي بين 15 ل 18 ل 20 أرداب. يعني الأرض بسم الله ما شاء الله. الأرض بسم الله لأن احنا يعني بقالنا أكثر من 20 سنة سيادتك في الأرض دي، وفلحناها كويس وبنسميتها كويس وبتتكلف علينا كتير، بس لازم نستمر فيها. يعني عشان يجي واحد ويدمر الزراعات دي، ده ما بيدمرش فرد، ده بيدمر بلد. لا، اذا كانت التعدي على الارض الزراعيه دي جريمه، التعدي على الارض الصحراويه اللي تعبنا وشقينا فيها دي جريمتين، دي جريمه مضاعفه. لان انا خلقت مجال استزراع في ارض صحراء وخلقتها بالجهد الذاتي، انا الدوله ما ساعدتنيش بحاجه، حفرت ابار، عملت ترمبات، عملنا كذا كذا، في الظل لما كان السولر بيشح وبيغلى، كان الواحد يبات الليل عشان يوفر السولر عشان يسقي الزرع عشان ما يتاثرش بالعطش. طب الواحد يقول ايه؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي لما اعلن موضوع المليون ونص مليون فدان، كان جزء منهم في الصعيد. الصعيد فضلت فترة طويلة الكل يقول مهمشة، فبدأت الدولة تنتبه وبتضخ مشاريع ومصانع هناك. طيب احنا هنبعت المصانع والمشاريع هناك ونطفش اهل الصعيد من هناك؟ هل البي اللي بيروح يعمل الموضوع ده بغير قرار واضح وصريح على عود الضيوف الموجودين؟ قالوا مفيش قرار ازالة.
انت رايح تفضي الارض لحساب مين؟ ابعت لنا قول لنا سعادتك بتفضي الارض لحساب مين؟ هل انت ولا رئيس الجمهورية؟ هل سعادتك انت اللي رايح تنفذ قرار الازالة والرئيس عبد الفتاح السيسي قال مفيش ازالة لاي ارض مزروعة وتقنن الارض للناس اللي زرعاها؟ هل في فرق مسافات القرار بتاع الرئيس قدامه سنتين قبل ما يروح لكم؟ سعادتك كنت نايم لما الرئيس اتكلم وقال ما تزلوش الزراعة للناس، ولا كنت فين لما الرئيس قال ما تزلوش المباني اللي داخل الزراعات؟ انت رايح تزيل الزراعات دي لحساب مين؟ عرفونا. محافظ اسيوط المهندس ياسر الدسوقي رئيس جهاز مدينة اسيوط الجديدة، هو انت رايح في العسل؟ هو انت رايح هناك عشان تعمل حالة من المشاكل؟ هل انت بتعملوا مشاكل وتصدروها للشرطة؟ هل عاوزين الاهالي تمسك في الشرطة؟ هي الشرطة ناقصة؟ بيغلط واحد وبتشيلها الشرطة؟ انتوا عاوزين توصلوا بالناس لفين؟ انا عاوز اوصل الرسالة، احنا في فترة عاوزين كلنا نبقى على قلب رجل واحد، عاوزين نحسس اهالينا في الصعيد ان هم جزء من النسيج، مش عاوزين نحسسهم ان هم مضطهدين، بيقولوا احنا زرعنا وعملنا ما خدناش حاجة من الدولة، ومش عاوزين حاجة من الدولة، بس الدولة تلم مين؟ الناس اللي شغالين من دماغهم. يا ريت بتعملوا حاجة في الخير، انتوا بتعملوا لنا مشكلة كبيرة في الصعيد. ازاي واحد يروح هناك يتعدى على واحدة ست لو هو من الصعيد؟ وما اظنش انه يكون من الصعيد، لانه لو من الصعيد الصعيد بريء منه. لو هو اتعلم في بيتهم ان عيب عليه يمد ايده على واحدة ست ما كانش عملها. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل قصير نشوف تقرير عن الواقع اللي موجود هناك في عرب مطير، بس سامحونا التقرير ما تم تصويره بكاميرا محمول، ان كان التقرير رديء شويه معلش، بس هو ده الميسر علشان استقبل ضيف العزيز اللي هيشرفني بعد التقرير الحاج عبد الحميد محمد حسين. هنطلع نشوف التقرير ثم نعود، ابقوا معنا اتفرجوا كيف يتعامل الرجاله بتوع مدينه اسيوط الجديده مع اهالينا في اسيوط اصحاب البلد، هم ضيوف عليهم رايحين، ونشوفهم بيتعاملوا ازاي ثم نعود لنستكمل باقي فقرات الحلقه، فابقوا معنا. عشر شخص. نهائيا كما تنظرون حضراتكم الى هذه المساحه.
يستولوا على هذه الأراضي وهذه الحجر. تفضل معي ننظر إلى هذا المنزل وهذه الأسرة التي هي موجودة حاليا في هذه الأرض، وقاموا بتهديم المنزل ولم يكن لهم أي مكان خلف هذا المجال ليسكنوا فيه. أعزائي المشاهدين، كان معلش يعني التقرير كان التصوير بتاعه رديء، بس الراجل على قد ما قدر يعمله كويس، أنا بحسده أنه عارف يصور كده. برحب بضيفي اللي شرفني بقى في الفاصل، الحاج عبد الحميد محمد حسين، مزارع بعرب مطيري. أهلا وسهلا بك. مرحبا بك فندم. السلام عليكم. الحاج عبد الحميد محمد حسين مزارع موجود في عرب مطير، أخذ حتة أرض وصلحها وزرعها وهو وعيلته وولاده ياكلوا ويشربوا منها، لم يسلم من يد زبانية مدينة أسيوط الجديدة، أعداء الخضرة، أعداء النماء، أعداء الحياة، لازم يكون ليهم بصمة، بس يا ريت تكون بصمة كويسة، ولكن بصمة سيئة، بصمة بتسيب مرارة داخل النفس. بقول الحاج عبد الحميد، انت عندك مساحه قد ايه؟ مساحه 4 جراريت اللي بزرعهم. اربع فدادين يا باشا. اربع فدادين اللي بزرعهم، لما انا واخواتي، معي المرحوم سيد والمرحوم حامد. المرحوم سيد معاه 4 اولاد، وحامد معاه ولدين، وانا معي 3 متجوزين، وكل واحد لما اخذ مخلف، الكبير فيهم مخلف 4 بنتين وولدين، والثاني الاصغر منه خلف واد وبت، والثالث وخلف واد وبت برضه. يعني اسره كبيره عايش على 4 فدادين. أيوة والله 4 فدادين، والحمد لله يعني متعايشين، والحمد لله يعني اللي بيرزقنا منهم بناكل، واللي بيفيد مننا بنزرع بيه. لما اخذ عندك، لما اخذ الاسمده والحاجات اللي عندي بيها ونزرعها. الا مفاجاه اسمده من الجمعيه الزراعيه ولا بتشتريها من السوق؟ بنشتريها من السوق يا باشا الحر. طب ليه ما بتروحش تجيبها من الجمعيه الزراعيه؟ للاسف ما لناش احنا لما اخذ بطاقه حيازيه. طب ما هو السماد بيتاخد بالمعاينه، بيروحوا ينزلوا يعينوا ارضك ويدوا لك سماد. للاسف الشديد ما فيش حد، كل المعاينه ان هم يجوا يزيلونا بس، انما عشان يزيلوا يعني مرضى. هو عشان يعمل معاينه للازاله مش يجيب لك كيماوي؟ ما عجبناش لا كيماوي ولا حاجه يعني. طيب. يعني نجيب بشقانه وشو. طيب انت الارض دي بتزرع فيها بقالك كم سنه؟ لما اخذ من بزرع فيها من 94. من 94؟ من 94. زرع فيها ايه؟ بزرع فيها قمح. ايوه. وبزرع فيها جراو، ولما ربنا اكرمني وقدمت عليها في لج محلب وطلعت لي معينه، لما اخذ يعني جيت ازرع فيها، كنت عايز ازرع فيها صيفي سمسم وفلسويه، جو عملوا لي البير، زلوا لي المكنه. زلوا لك المكنه؟ زلوا المكنه. ايوه. ليه زلوا لك المكنه؟ زلوا لي المكنه، ما اعرفش، قال الارض دي تبع الجهاز. تبع الجهاز ازاي؟ ما انت قدمت فيها في وزاره الزراعه؟ قدمت فيها ولا ما اخذ، وقالوا لي اعمل لما اخذ خريطه. يعني عن بعد. اللي هو الاستشعار عن بعد. عملت كل ده. احداثيات. عملت احداثيات وكل حاجه. وطلعت لي لما اخذ معينه من لجنه محلب.
ولما اخذ جو واعطونا قال له خلاص كده الدوله هتديكم. ايوه فانا يعني ربنا ثبت يعني الرسوم دي لما اخذ يعني ما سلتش سلتي لما اخذ اللي هي 1000 جنيه الدوله اللي 1000 ده انا دفعت لما اخذ الفدان 200 جنيه. 200 جنيه قال لي هات اللي مؤاخذه لحق الدوله. تمام ده بتاعت لجنه محلب. لجنه محلب دفعتها يعني انت معاك المستندات اللي انت بتتكلم عليها. ايوه فندم معاك. ودفعوا لي مؤاخذه وعملت طيب ادي وصولات ادي وصل من اللي سدد بيه الفلوس. الناس مسدده جايبين الورق معاهم قالوا يا جماعه احنا مش بلطجيه. احنا البلطجي بيطلع يقطع الطريق للناس لكن انا بسدد اهو. الورق بتاعهم موجود. الورق ده بيكذب اي حد من جهاز مدينه اسيوط الجديده. الناس مش هتعيش وتبقى موجوده في المساكن. هتعيش لما تاكل وتاكل غيرها. ادي ورقهم اهو بيدحض اكاذيب اللي هم المسؤولين عن مدينه اسيوط الجديده. طب يا حاج حجاب يا حاج عبد الحميد. أيوه. انا عاوز اعرف انت دلوقتي بعد ما رحت سددت وتبقى زرعت ارضك ولا ما زرعتهاش؟ زرعت الارض ولما قدمنا في محاول كهرباء وقدمت على كهرباء على استعمال حداتكم ممارسه دفعت 6000 جنيه ولما اخذ الورق الوصل بتاعه معاي دفعت 6000 جنيه وقال شهر 9 تيجي تاخذ العداد. يعني شهر 9 هتركب عداد؟ اركب عداد شهر 9 اللي هو الشهر اللي فات. ايوه ولما اخذ معاي اللي هو جاري محمد حسنين العامل لما اخذ يعني اللي هو وشريكي في المحول لما اخذ كان العداد بتاعه مركب عداد وكل حاجه وهدموا له البير ووقعوا له العداد وكل حاجه. يعني حتى جارك اللي جنبك اللي مركب عداد ايوه هدوا له وشالوا له شالوا له العداد. ايوه والله كسروه ولموا كل حاجه. ولما اخذ انا جيت لما اخذ في لما كنت موجود ساعه الازاله جايين لما اخذ الاستاذ وليد وجايين لما اخذ ده الاستاذ وليد محمد ده ايوه الفتوه بتاع مدينه اسيوط الجديده. ايوه والله يا باشا جايين لما اخذ باللودر وجاي جيت واقف على البير احوش لما اخذ انا ما احطش اللودر يردم البير بالمكلفه بتاع نص مليون جنيه. ايوه لما اخذ جيت لما اخذ واقف وهو بصيت لقيت انه انا مسكت فيه لما اخذ حالتين معمولين كده عشان يسند عليهم الماسوره بتاعت الغاطس وبصيت لقيت هو اهي يردمني. لقيت انا قلت له اردمني عليها يعني انت عاوز توصل لي هم كانوا بيردموا لك البير فانت رميت نفسك على البير عشان البير ما يتهدش. اي والله وكان عاوز يردم عليك. ايوه جاب اللودر الكلام ده. انت متاكد على مسؤوليتك؟ متاكد على مسؤوليتي. يعني انت بتقول ان وليد كان عاوز يردم باللودر عليك؟ ايوه باشا والله. وكان في لما اخذ واحد من رجال كان مع وليد من الجهاز جه لما اخذه ماسكني لانه خلاص هقع نزلت في البير وراحت مسكني الراجل من ايدي وفضل ماسك فيا واللي جه الضابط واللواء لولا الضابط واللواء خلاص هيرمي لما اخذه يعني جاي عليك باللودر باللودر جاي عشان يردم عليك عشان انت بتحلق على البير بتاعك. ايوه باشا جاي يحلق علي وهيردم علي الراجل ده سحبني واللواء الله يمسيه بالخير ويدي له الصحه يا رب قال ارجع وسكون وطلعوني وبصيت لقيت له واحد ضربني بالعصايه وليد نفسه ضربك وليد ده ضربك انت؟ ايوه ضربني على عيني وقعدت 15 يوم ما شافش بيها عين لما اخذ يعني طيب حاجه يعني عاوز اعرف يعني دكتور هشام يعني الشريف وزير التنميه المحليه او المهندس وزير الاسكان ابراهيم مدبولي الدكتور المهندس مدبولي وزير الاسكان قولوا لنا انا عاوز اعرف انتوا بعيد عن الحاجات اللي بتحصل هناك. هل مفيش حد شرح لكم ما شرحلكوش الصعيد ماشي ازاي؟ لما تلاقي واحد راجل زي ده يطلع هناك هيموت نفسه على البير بتاعه بيحلق على بيره بير الميه النماء الحياه ويطلع البير اللي هناك وانهم بيردموا عليه. وبعدين هو احنا رجعنا ايام المماليك والبشوات يضربوا بالعصايه؟ طب انا بقول ده لاغي يا جماعه. اللي يعرف طبيعه الصعايده يعرفوا ان الموضوع ده عيب. ازاي راجل خايف على ارضه وعلى الزرع بتاعه مموت نفسه على بيره فبقول له اردم عليه؟
شوفوا الشرطة لما يبقى قلبها على الشعب، الحاج لما بيتكلم بيقول ايه؟ اللواء الله يكرمه لحقني وكان عاوزين يردموا عليه. طب اقول ايه؟ طيب معانا اتصال المهندس محمود ابو سيف. اهلا وسهلا بك يا باشمهندس. اهلا 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 ضاري بيها. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه يا فندم، ربنا يكرمك. يعني اظن حضرتك سمعنا. انا متابع البرنامج وحزين. الاول احنا عندنا كلنا في صدرنا في حزن من الحادث الاليم. صح معاك، اتفضل يا باشمهندس اتفضل. طبعا، لان الاحداث اللي حصلت دي كلنا مصابين بيها بصراحه، وزادت الالم عندي زياده باللي انا بسمعه من عند الناس المحترمين اللي عند حضرتك. واضيف لحضرتك ان انا اساسا من ابناء الصعيد، وعارف يعني ايه الراجل الصعيدي لو اهنته يحصل منه ايه. يعني الحاجات اللي بدنا الحاجات دي بسمعها انا بتعلي الضغط عندي. انا بحس ان انا ايه ليه بعض صغار الموظفين بيعملوا كده يا فندم. انا هقول لسيادتك على حاجه، البلاغ اللي مع حضرتك والناس اللي مع سيادتك دول، يعني انا افضل ان حضرتك يتقدم بلاغ رسمي للسيد النائب العام، لان دي اهانه لمواطن مصري. وبعدين انا هقول لحضرتك بصراحه، احنا مش عايزين ننهي الارهاب ونفرخ ارهاب جديد. صح. يعني اللي بيعملوه الموظفين دول، يعني لازم ننهي المواضيع دي بسرعه، والناس دي تاخد حقها عشان ما يتولدش عندنا ارهاب جديد في كل حته. صح. حط نفسك مكانه. انا عن نفسي انا سمعت وانا دم اتحرق. يا فندم انا بقول لحضرتك وانا شايف ان اعصابك تلفت من الموضوع ده، وعلى فكره الموضوع ده اتكرر في محافظات كتير. طب هو ده ينفع؟ مش في محافظه اسيوط بس، حصل في حاجات كتير وحضرتك عندك علم. صح. في رشيد وفي كفر الشيخ وفي الشرقيه. ارجو تعليمات الريس ربنا يبارك له كانت واضحه. اعتقد ان دول بقى ده الطابور الخامس. لما الريس ده الكلام المظبوط، زرع لما الريس يقول ان مفيش زرع يتزال والناس دي تيجي تعمل كده، يبقى الناس دي مصلحتها ان الريس ما يتنفذش كلامه. ده كلام حضرتك مظبوط. يبقى لازم يتخذ النائب العام ياخد قرارات، وان هيبقى فيه قرارات رادعه للاشكال اللي هي بتعمل كده علشان البلد تمشي، لان احنا حرام كل ما بنطلع خطوه لقدام يا طارق بيه بنرجع 100 لورا. صح كلام حضرتك مظبوط. الله يكون في عونهم. وانا بقول للناس المحترمين اللي ضيوف حضرتك، احتسبوا اجركم عند ربنا، وخليكم اتحلوا بالصبر، لان ربنا سبحانه وتعالى قال انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. انا فصبرا صبرا صبرا لغايه ما يخلص من الناس المؤذيه الطابور الخامس اللي مش بتحاول ان بتقضي على مصر، مش اكتر من كده. انا بشكر المهندس محمود ابو سيف رئيس مجلس اداره الشركه العربيه للتجاره والصديق العزيز. بجد يا حاج انا بقول لك اللي حصل معاك ده اهانه مش في وشك انت، ده في وش محافظ اسيوط ورئيس جهاز مدينه اسيوط الجديده. انا بقول بلاغ اهو على الهوا، المحاميين اللي طول النهار فالقين دماغنا بيقولوا حقوق الانسان، انا بقول لكم بيانات الحاج معايا اهي، وبقول لكم تعالوا هديكم البيانات بتاعتها. عاوز بكره الاقي مكتب النائب العام بلاغات ضد هذا الموظف الصغير اللي بيضيع هيبه الدوله، لما يلاقي يروح يمد ايده على راجل هناك والراجل ده رامي نفسه على البير بيحافظ على البير علشان هو ده مصدر رزقه، يقول لهم ارجموا عليه. ده احنا لو انت رايح تحارب في كفار مش هتعمل كده. عرفونا انت عاوزين توصلوا ايه؟ عاوزين تعملوا ايه؟ نسيب الارض صحراء؟ نسيبها صفراء عشان ترتاحوا؟ انا ما اظنش الرئيس عبد الفتاح السيسي يرضى. انا ما اظنش ان اي حد عنده يعني شعره من دم يرضى. يا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اغضب. اغضب زي ما احنا بقول لك اغضب على موضوع الواحات، اغضب على اللي بيحصل في الصعيد.
اغضب، الرجالة دول هم وقود بتوعك، هم دول وقت الشدة بتميل عليهم. هو انتوا ايام الانتخابات نعم رحت اديت صوتكم للرئيس عبد الفتاح السيسي؟ نعم ادينا انا وولدي معايا، ولدي ثلاثة رجالة، لما عطوا للسيد الرئيس، عطوا للسيد الرئيس والله وابن اي. طيب طب لو في الانتخابات اللي جاية الرئيس نزل رشح نفسه هتدوله؟ ده احنا نديله ونخاطب بدمنا وروحنا برضه على اول ايه. نعم في وسط برضه نعم الناس مضايقه. نعم 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 يا باشا نديله اصواتنا. طيب ارجع بقى لضيفي الحاج حجاب حسن. انا عاوز اعرف، انا شايفك انت متاثر ومعلش سامحني يعني، دمعه الصعيدي غاليه، دمعه اللي ما يعرفش رجاله الصعيد ودمعة أهالي الصعيد ورجالة الصعيد يبقى ما بيفهمش. قول لي أنا شايف ليه عينيك مرغرغة كده لأن كنت حاضر الواقع يعني لما عملها في الراجل الكبير ده وعملها في مرات أخويا كنت حاضر الواقع نفسها يعني. إحنا أنا جيت جري عليه بقول له حرام عليك، ده راجل كبير يا راجل مسن، حرام اللي أنت بتعمله ده. ما خدش بكلامي وراح لقيته نهال على الراجل وضربه. انتوا عايزين ايه؟ عايزين بلطج؟ عايزين تاخدوا الارض؟ يا عم الارض مقننين، يا عم الارض طلع لها لجنه، يا عم انت دلوقتي انت اللي جاي بارك علينا. احنا بقول لك من 1980 مش النهارده، الارض دي مربوطه في 1988. انا ما بقولش كلام ده، معايا الجسام ومعايا الورق ومعانا الخرائط هنا والاحداثيات وكل حاجه، احنا ماشيين سليم. في برضه الارض دي يعني مش ارضي انا الوحدية بس يعني، في برضو الجيران، في مثلا عندنا احمد عبد العزيز محمد واخوته يعني، الاسر موجودة عندي يعني مثلا عندنا احنا اسرتنا يعني. الموضوع ما يخصش بيكم انتوا بس، لا 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 بس هو ده بياكل في التعف. لما طلع مرات اخويا انا من البيت وضربها ورماها فوق البتاع يعني، المرأة الصعيدية بص انت لما 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 الست الصعيدية او الست العرب بالذات، احنا يعني عندنا تقاليد ان المرأة ما تطلعش، ان المرأة ما تتهانش حتى من زوجها، ليها رد فعل برضه يعني. انا لو موجود ساعتها مش عارف انا كنت هعمل ايه، انا مش عارف انا ساعتها كنت هعمل ايه، لسه كنت بعمل في الحاج ده ولقيته طلعها ورماها فوق الحاجة يعني، حاجة تصعب على الكافر. مفيش رد، مفيش مسؤول يقول ده ارجع. هو متحدي الناس ده ليه؟ انا عايز افهم في وجه تحدي لينا احنا، عايز افهم منه هو، انا عايز يرد عليا يقول لي ايه وجه التحدي بيننا وبينه، احنا غلطنا فيه. انا اول ما شفتوش خالص نهائيا الا في اللحظات دي لما ضرب الحاج فيها. طيب انا وبعدين الارض دي يعني سيادتك مش لفرد بس يعني، عندك احنا اسرة كام؟ أسرة 62 نفر. ايوه اللي هم اولاد حسن حجاب. عندك اولاد فرحان اللي هم اولاد عمي في الشركة في الارض برضو. ست افراد متزوجين. ايوه ست افراد متزوجين يعني انتوا 42 فرد. 42 فرد 42 على كام؟ على ست فدادين يعني. عندك لا 62 اللي هو احنا اللي ابويا متزوج اثنين ومخلف طبعا ايه ثمان رجال. الثمان رجاله متجوزين منهم كم؟ متجوزين منهم اربعه دي. ايوه طب ما احنا ما طب ما ابعت رساله للاخ وليد بلطجي مدينه اسيوط الجديده مساحتك، تعالى اقعد هناك وعيش الناس دول وخد الارض. انا عاوز اعرف طب انت رايح هناك تنفذ ايه؟ هل معاك قرار بالتنفيذ؟ لو معاكش انا بقول لكل المحامين المحترمين عاوزكم بكره امام النائب العام بلاغات ضد رئيس جهاز مدينه اسيوط اللي مش عارف يحكم رجالته، ولازم حق الست الصعيديه يرجع. لما بنقول ان احنا بنحافظ على الست المصريه المجلس القومي للمراه، انتوا فين؟ عرفونا. ولا عشان الست دي في مكان بعيد؟ دي الست دي هي الاولى ان هي تكون ليها كرامتها، وما اظنش ان اي حد محترم في البلد يقبل الكلام ده. وانا ناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقول له خد حق الناس دي، خد حق الست المسكينه اللي ضربوها، خد حق الراجل المسكين الكبير ده. يا رئيس احنا بايعناك حتى في حملتك الجديده دي، انا مبايعك والله حتى في الحمله الجديده دي نبنيها، عايزين نبنيها بجد والله والله يا رئيس احنا مستنيين نبنيها، عايزين نزرع ارضنا، عايزين تبص على الراجل الفلاح المسكين الغلبان اللي بيجد ويجتهد، بيصحى من اذان الفجر بيرجع بيته المغرب لعياله،
عايز لقمه عيش ياكلها لعياله. الارض دي كنا ايام ما بنلحقش نودي لعيالنا لقمه ياكلوها، ما اللحمه ممكن نقعد شهر العيال ما تذوقهاش على اساس نجيب للارض دي ونزرعها على اساس تجيب لنا محصول في الاخر، الاقي محصول اوكل بيه العيال دي، اوكل بيه الاسر دي. طب غير كده يا ريس احنا هنجيب من فين؟ حضرتك يعني بص للراجل الفلاح المسكين الغلبان اللي هو مش لاقي، ما فيش والله يعني حتى في ظل الظروف الايام دي والعيشه الصعبه ويطلع ده. يعني انا جبت ماكينه اولت امبارح بس طلع الاستاذ وليد وسرق الماكينه من قدام الباب، وانا بحمل المسؤوليه وبقولها وبتحمل المسؤوليه، سرق ماكينه من قدام البوابه من قدام البيت من الارض. طب انت عايز تدمرنا ليه؟ انا نفسي افهم هو طالب من الناس دي ايه؟ طالب مننا ايه بس؟ طيب حق حجاب انا عاوز اسالك بقى حق عبد الحميد كلمه اخيره. نعم. انت في عز ما ان بيضايقوك ما فكرتش تسيبك من الارض دي؟ طب اروح لك على شغلانه ثانيه؟ طب اروح فين يا باشا؟ اروح فين؟ انا معايا اربعه ولا يعني لا مؤاخذه اربع ولد اخواتي ولد اخوي ابوهم متوفي ومعايا ثلاثه ما فيش شغل ولا مشغله، ما فيش غير شغل تلاحظ الارض دي اللي هناكل منها بس. والله العظيم يعني لما اتان اللي قبل فات اللي هي 2015 لما جت الازاله برغم كده برضه ربنا بارك لي في الارض اللي انا عملتها. لما بايع غله دخلت للصوامع وجبت فلوس من البنك من بنك مصر 5200 جبت بيهم صلحت الارض برضه عملت لما جبت سماد وبتاع علشان احافظ على ارضك احافظ على ارضي. والله الارض بالنسبه لك ايه؟ ده روحي وروح اولادي وقلت اولادي لان ما لناش شغل لا احنا لا موظفين ولا لنا حي من ضي. والله ما في غير حتى الارض وكل شقاي سنين كلها دي حياتي سافرت سنين لما قعدت اربع سنين ولذلك انا اللي بصيت للجدل اني قعدت في السعوديه اربع سنين لما بزرع في الجبل وبص الاقي ثمار الجبل يعني بتطلع خيرها كويسه. فجيت مصر علشان اعمل في بلدي بدل ما اعمل في بلاد الناس وربنا اكرمني وخدت حته الارض هياتي انا وولدي واخواتي وعملنا وصلحنا فيها وانا كنت منها عايش والحمد لله وراضين بيها والله ما عايزين حاجه ثانيه. طيب انا بصراحه يعني هو قال كلام بليغ انا لاول مره حاسس ان انا مش عارف اتكلم. طب اتكلم اقول ايه؟ ادي المصري البسيط لخص قال انا بدل ما ازرع بره عند الناس ازرع بلدي اخضر بلدي اعمر بلدي اوفر اكلي من اهل بلدي اهلي اكلي واكل الناس اللي معايا التانيين. طب كلمه اخيره يا حاج حجاب تحب تقولها تقول ايه وتوجهه لمين؟ اوجهه لرئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي واوجهه لمحافظ اسيوط السيد ياسر دسوقي والاستاذ محمد عبد الجليل النجار السكرتير العام بقول لهم شوفوا الاوضاع اللي بتحصل عندنا عايزينكم تنظروا للناس دي اللي هي بتتجاهم وبتعمل مين هيحاسبها؟ لما كنتوش انتوا هتحاسبوا الناس دي هنجيب ناس من بره تحاسبها؟ يعني انا حضرتك كنت في السعوديه كان لما يكون واحد في السعوديه بيدوا له ارض بيدوا له فلوس بيدوا له قروض بيدوا له اسمده بيدوا له كل حاجه عشان ايه؟ يعمل الارض دي ويزرعها. حضرتك هنا في مصر انا بزرع مجهودي وذاتي ما بحتاجش حاجه من الدوله، يعني حتى شكاره السماد انا بجيبها لما اجي ابيع المحصول بتاعي ببيعه للدوله. نعم. بوديه للخزينه واقول للرئيس عبد الفتاح السيسي يا ريس معلش اللي كنا اتحملنا عليك بس والله ده من ضيقنا ولكن احنا معاك وفي ظهرك والصعايده طالما قالوا لك في ظهرك يا ريس يبقى احنا معاك. عاوزين تاني نقول ايه تاني؟ لقيته شعب في العالم كله زي الشعب المصري؟ الشعب المصري الوحيدين الولاد بيدفعوا فلوس عشان يشتغلوا في كل دول العالم عشان يشغلوا حد يديله فلوس. الولاد في مصر بيدفعوا فلوس عشان يشتغلوا. تخيلوا الناس الراجل بيقول ايه؟ انا بزرع وبورد للجمعيه وللبنك بيزرع قمح عشان ياكلنا زي ما الحاج حجاب حسن حجاب بيقول بره بيدوا للناس فلوس وبيدوهم تقاوب هناك عشان يزرعوا، هنا في مصر بنديهم الاخ وليد عشان ينكد عليهم. بقول بلاذ
للمهندس ياسر دسوقي محافظ اسيوط، لما وقفت قدام الرئيس وحلفت اليمين الدستوريه ان تحافظ على مصالح الناس، لا عذرا انت ما حافظتش على مصالحهم. الست الصعيديه اللي اتضربت هناك في بيتها ده كان اهانه ليك انت مش ليها هي، لان انت المفترض ان انت تجيب لها حقها. المجلس القومي للمراه، انتوا فين من الواقعه دي؟ انا مستني اشوف ولا هو بس كلام في الهوا. المحامين المحترمين بقول لكم واقع هي تستحق، قدموا بلاغات للنائب العام وانا معاكم علشان نعرف ان الكل ان اهالي الصعيد خط احمر ورجاله اسيوط لا يقبلوا ان اي حد يهينهم. انا في نهايه الحلقه انا بشكرك يا حاج وبقول لك باذن الله معاكم لغايه لما تاخدوا حقكم. بشكر الحاج عبد الحميد محمد حسين مزارع بعرب مطير، وبشكر الضيف العزيز الحاج حجاب حسن حجاب مزارع بعرب مطير، وبرده بكرر شكري استاذ عبد الحليم صديق محمد مفتش مالي واداري اللي كان مشرفني قبل الفاصل. وبقول رساله الى المحترم المهندس ابراهيم سرور وكيل اول وزاره الزراعه باسيوط، انا عارف انت حد محترم قوي ومتوقع منك خد خطوه للامام. كل اللي انا عاوزه منك اثبت ان زكاه الناس دي زرعه ولا لا، اقف في ظهر الناس عشان انا عارفك راجل صعيدي حر. هننتظر منك بسرعه التدخل، ومنتظر اتصال وجواب رسمي من محافظ اسيوط يقول ان هو بيعتذر للست دي اللي اتهانت هناك، ولازم يروحوا هناك يبوسوا على دماغها. انتوا موجودين هناك عشان تخدموا الناس، انتوا رايحين خدام للناس مش اسياد ليهم. استغفر الله العظيم زي المخرج ما بيقول لي. بجد حرام اللي بيحصل، حرام اللي بيحصل. الطابور الخامس شغال يا ريس، الطابور الخامس شغال يا ريس. الناس انت بتسعى لقدام وهما بيكعبلوا الناس من وراك. في نهاية هذه الحلقة لا املك غير ان اقول بسم الله الرحمن الرحيم، ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد، اذا قدر الله لنا عمرا نلتقيكم يوم الاثنين القادم في تمام الساعة الثامنة. لكم تحياتي مع اجمل امنيات طارق خليل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.